كان عندي حيرة كيف أعرفك في الحلقة أو كيف أتوجه لإلك. أنت مهندس صوت، رجل أعمال، صاحب شركة إنتاج. اليوم أنا بمحل إنه منتج بريحني كتير أكتر، لأنه بشي مرحلة المنتج هو اللي يعني بيشمل كل التفرعات اللي كنت فيها لحد اليوم. بالاساس انا جاي من عالم تعلمت هندسه صوت، فجاي من المحل التقني، انه اشتغل الشغلات اسويها بايدي. وليش تعلمت هندسه صوت؟ لانه كنت بحاجه اصلا، لاني كنت جاي من عالم الفن، ان كان عزف وبدايه تلحين بدايتها يعني. وبالاساس بعدها صار في عندي فرقه موسيقيه، فرقه اللي كنا نعرض وكذا، فصرت بحاجه لموضوع التقني اللي هو هندسه الصوت. حلو. فرقه ما الاشي بلش مع فرقه اولاد الحاره بال2001. هيب هوب، فرقة هيب هوب هي كانت بالأساس. كان في موجة كتير كبيرة بسنين 2001-2002، ومن غاد بلش الإشي معي، فرقة أنا وكمان شباب صحاب تنين. واحد اتنين اتنين أبدأ من وين؟ من صوت نظرات حب صامتة، تخلي عظم لساني رابطة، ولا من صوت نظرة سياسية هابطة، من ناطحة سحابه في خابطة، ولا من صوت نظرة شاب بعالم بس بنط على الخارطة، ولا من صوت نظرة جيل عادات فارطة، ولا والله مش عارف، من غير عيون شايف بس بالتهم خايف. شوي شوي الواحد صار ينفتح لإيش عم بيصير برا، إيش عم بيصير حواليه. شوي شوي لما أنت برضو بدك تسجل، وبرضو بدك تكتب، وبرضو بدك تطلع على المسرح، فبتصير تسأل أسئلة، يعني مين أحسن واحد بيسجل، وبإيش، بأي برنامج بيستعمله، بدك تطلع على المسرح، وين في مسارح كبيرة، كيف بيعملوا عرض، فبصير في عندك كل وقت أسئلة اللي أنت بدك توصل للأجوبة تاعتها. وللأسف مش إحنا مش بمحل اللي يعني هالقد الأجوبة حواليك تمسكها، يعني بدك أنت تراكد لها شوي. فهذا اللي صار. ما كانش عندك الأخ الكبير اللي تسأله إيش عملته لما عملته كذا، كان لازم أنت تكتشف بنفسك. للأسف إذا كنت دخ تسأل واحد اللي سابقك بدرجة أو درجتين، مش بكتير، بعد في كتير أسئلة وبعد في كتير أجوبة بدور عليها. ولهذا السبب يعني انتقلت من مرحلة لمرحلة، ومرحلة إنه نوصل لشركة إنتاج فنية بالأساس. بس الهدف الكبير أو الخط العريض اللي أنا ماشي فيه ومزاج ماشي فيه، هو بالأساس تكون شركة إنتاج اللي تتبنى فنان من الصفر لحد ما يصير نجم. والهدف انه الفنان هذا ما يعودش يساوي غير فن. الفنان لازم يعمل فن، مش لازم يدير اعماله، مش لازم ينسق برامجه، مش لازم يدور على عازفين، ومش لازم يدور على استوديوهات، ومش لازم يدفع من جيبته، مش لازم يعني المسيرة هالقد طويلة. فبتخيل الهدف الكبير او الخط اللي ماشيين فيه الاساسي هو انه احنا نتبنى فنانين، اللي احنا طبعا بنشوف يعني كمان الفن مش موضوع اللي هو عفوي كتير، موضوع اللي كمان فيه شوية دراسة. عرفت بالضبط الفنان شو بحاجة، وعرفت انا شو كنت بحاجة وقتها. فلما وصلت للمرحلة اليوم اللي فيها انا عن جد لازم اضحي، عن جد لازم بمفهوم انه اتنازل عن 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 الفنان عنده هاي النظرة كل وقت، الأنا، إنه أنا بدي أعمل، أنا بدي أساوي، أنا هذا مشروعي الجاي، أنا هاي فكرة جديدة شو رأيك فيها. فانجبرت أتنازل عن هذا المفهوم أو عن هاي إنك أنت تكون مركز، إنه أنا أكون مركز الحدث، ولا أسمع أكتر، أصغي أكتر لشو في حوالي. بشي مرحلة انجبرت أضحي بتفكيري أو مسيرتي الفنية الشخصية، بس كمان عم بجرب ألاقي حالي مع كل فنان، يعني مع كل فنان في اللمس الفنية تاعتي غاد، إن كان بالكتابة، إن كان بالتوزيع، إن كان بالتلحين، إن كان بي بي بالأداء على المسرح، إن كان بي 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 بغرفة التسجيل،
بكل محل عم بحاول ألاقي الإشي الفني اللي كان فيه اللي ضل عايش ما يموتش. هلو مرحبا شبيبي حياتي شو؟ هاي طيب جاهزة؟ أنا جاهزة، أنت جاهز؟ أنا جاهز. أنت ما سمعتيش آخر إشي؟ سمعتش إيش سمعته؟ تعال نجرب نسمعها مرة، هاي أول إشي. واو جامد صح؟ تحكي بقلبك خبي كل شي، الوقت اتأخر ع حكيك صدقني، مش عم بشتاق لك ع بعدك عم بتعود، لا تطمن لا تتدخل بأحوالي ولا تسأل أي حدا عني، إذا شوفني بديش تعرفني حبك خدو خدو امشي. أول أكمل مرة بنعمل شو اسمه بس هيك أعطيني جايد أساسي على كل شيء وبعدين نعمل كل بيت لحد. طيب يلا. طيب يلا تعال نبدأ، بس أعير لك الميكروفون جوا. حكيت على قصة إنه نجوم مش نجوم، بس عم بلاحظ إنه أغلب إنتاجات مزاج هي موسيقى ألترناتيف أو موسيقى بديلي. هون أنت مش رح تعمل نجوم. لا، بآمن انه بعالم البديل هذا عم بيكون في اشي اللي هو نجم او مفهوم نجم ممكن كتير نقرب عليه، يعني كتير كتير مش شوي. ليش تم اختيارك يعني انه انا بدي اركز بالموسيقى البديلة او بالفن البديل ومش مش بالمينستريم او مش بالماشي اليوم؟ حسيت بكتير المراحل انه انا لازم اكون بزاويه تانية، لازم اكون بمحل تاني او بمحل اللي هو موجود بس معتم، انه تعال نضوي، يعني دائما كان موجود بكل شعوب العالم، كل مجتمعات العالم، مش انه احنا فجاه عم نخلق هاي الحركه البديله، هي موجوده كل عمرها. بس 90% او اكثر شوي من انتاجات الشركه بمزاج هي مش للتلفزيون، هي مش ما فيش منبر يعني اللي انتم عم بتحطوا هاي الانتاجات عليها غير الانترنت. لما انت بتتعامل مع فن بديل، بمعنى لما بنقول احنا فن بديل كمان تعال نفسره منيح، لما تتعامل بمعرف مع فنان بيعمل موسيقى هيب هوب اللي المعروف للكل، الموسيقى هيب هوب بالاساس هي كلمه، يعني اللي هي فيها نوع من الثوره النمرد الاحتجاج، فانت عمليا عم تاخذ خط اللي هو في له هيك موقف قوي، ومش كل تلفزيون بسمح لك تحكي، يعني ملان حواجز اقبال هيك فن. فلما انت بتيجي بتقول انا بدي امن بهذا الفن وبدي اياه يوصل وبدي اياه ينجح، فانت بتتوقع كمان انه مش الابواب مش كلها تنفتح قدامك. فاحنا عارفين انه احنا الحياة الاندر جراوند هاي تحت الارض هاي حياتنا غاد، يعني غاد بدنا نعملها حياة حلوة. لا 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 مش مشتاقة لضحكي، ولا لا لا صوتك لما تحكي، ولا لا مش مشتاقة لا رن التليفوني وانا قاعدة بالغرفة، لا 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 مش مشتاقة لضحكي، ولا لا لا صوتك لما تحكي، ولا لا مش مشتاقة لا رن التليفوني وانا قاعدة بالغرفة. اسمعي لسا كيف بتصير. لا 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 مش مشتاقة لضحكي، ولا لا لا صوتك لما تحكي، ولا لا مش مشتاقة لا رن التليفوني وانا قاعدة بالغرفة، لا 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 مش مشتاقة لضحكي، ولا لا لا صوتك لما تحكي، ولا لا مش مشتاقة لا رن التليفوني وانا قاعدة بالغرفة، وانا قاعدة بالغرفة، وانا قاعدة بالغرفة، وانا قاعدة بالغرفة، لا 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 مش مشتاقة، لا 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 مش مشتاقة، لا 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 مش مشتاقة، لا 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 مش مشتاقة. روبا شمشوم، عادي خليفة، الحوس باشا، مراد أبو أحمد، مارون أشقر، دمار، مؤخرا غزل، كل هاي الأسماء اللي مزاج أخذت على عاتقها إنه تنتج لهن يا فيديو كليب أو أغنية أو حتى إنه يتبنوهن بشكل كامل فنياً، إنه تقريباً كلهن بجيل صغير العشرينات أو آخر العشرينات ماكسيموم. يعني مش عم بدور على فنان اللي هو صار ماشي مسير كتير طويلة وفنان اللي هالقد صار ناجح وهالقد صار عنده جمهور،
انه ابلش ابدا اشتغل معه. لا، بالنسبه لي المسير الحلوه هي انك انت تبدا من الصفر، تبنى تربي جمهور وتمشي معاه مسير كتير طويله اللي تضلك تكبر بهذا الجمهور. الجيل الجديد كمان مفاهيمه غير، الجيل الجديد كمان معرفته غير، مكشوف على شغلات غير. وانا كبني ادم يعني بحب دائما يكون عندي اصحاب اللي هن كتير اصغر مني بالجيل، بحس انه دائما في اشي فريش، دائما في اشي جديد عم بطلع. ففنيا كمان الاشي بينعكس علي انه انا بدي كل الوقت اللي روح جديدة، كل الوقت بدي حدا يحسسني اشي جديد. يعني مفهوم كلمة جديد كتير مهمة لي، كتير بتغير بنفسيتي، ان كان اسمع اشي جديد، ان كان احضر فيديو كليب جديد، ان كان. فعشان كتير مهم إلي الأسماء اللي سميناها هي يعني بشتغل معها قسم من جيل صغير كتير ومكمل مسير كتير طويلة معهن، قسم اللي أنا متبني المشروع الفني الكامل تاعهن بمفهوم إنه من إنه ننتج أغنية لحد ما ننتج ألبوم لحد ما نسوق الأغنية كسينجل أو ننتج ألبوم أو نعمل فيديو كليب أو إدارة أعمال فنية كاملة بمفهوم إنه إذا حكوا بدين ياهن عروض، حكوا معهن بدين ياهن لعروض، فكل الإشي بيصير عن طريقي، بتنسق عن طريقي. فكمان هذا المفهوم يعني مهم إلي إنه هيك أمشي معهن مصيري طويلة، ولحد إسا الإشي ماشي بنجاح حسب رأيي. أبو أحمد شكسبير الراب معك تألف ميم مرة من دام هاي الأغنية لإلي وأنا بجيل 18. بعرفش إذا في كتار بيعرفوا بس أغنية سوبر لانسر لمراد أبو أحمد وتامر نفار، يمكن أول إنتاج لمزاج. مين يجي معي أنا داعس كيك داون طاير مش حامل معي ولا وراء طلع بيلي مراي بوليس بطل غبرة كل الشبابي صدي شايف ولا حد. تعدت المليون ولحد امبارح كانت 1,163,000 مشاهد، وهذا فيديو واحد، في كذا فيديوز اللي كمان موصلة لنفس الأغنية. لنفس الأغنية اللي ناس نزلتها، خلينا نحكي 1.5 مليون تقريبا. هاي ظاهرة، هاي ما صارت شعنا صح، لأغنية بديلة كمان مرة. صح. لما بلشنا نسجلها يعني أول ما بلشنا يعني تامر قال إنه عندي أغنية عن هالشكل، دغري حسينا انه هاي الغناي بدها تعمل اشي. يعني كان في كان في احساس انه والله نقول هاي الغناي بدها تضرب، هاي الغناي بدها تكون هيت. وبالنسبه لنا كمنتجين او كفنانين او كذا دائما بنحارب انه يكون عندنا الهيت، يعني كون عندنا هاي الغناي اللي خلص الكل سمع عنها والكل عرف عنها. فانا غاد الاشي بلش معي انه انا بحاجه اسوق فكرتي الجديده لشركه الانتاج مزاج، وبنفس الوقت انه الغناي امنت فيها حبيتها، يعني حسيت في شيء كتير بحكي معي بالغناي. ما فاجاتناش كتير بنجاحها قد ما كنا مأمنين فيها، بس بعدها بتفاجئني كل مره الرقم مليون مش هوين ويعني مظبوط. وبالاخر احنا كان 40 مش هوين، فلسطيني الداخل مش هوين، برا مليون هي ولا شيء. صح، وبالذات لما هو شيء كمان مش ملموس بس بتحس كتير. يعني الأرقام هاي صارت تعني لجيل اليوم كتير بالأساس، تعني يعني هاي اللغة اللي صاروا يحكوا فيها. زي ما خدت من بعيد بلد تنتين، اسمع كيف بعلى صوتها تتحالى حواليها مزدت تنتين، أربع فيزب وهوندا حتطول بدي تحرك تحيحك بالزفت صوات تصرصك تفعف الفن بنزد كيك تمعميك أسفل تطرات تفرفك صباحي يطنب شان الله والدي يعطوه بنزين العربية والحجة تستدعي اسم الله عليه تقول فن ديزل. فكمان فيها نوع زكاة معينة خصوصا لأغنية مثل سوبر لانسر. يعني مع كل احترام للكل، تامر نفار واحد من النجوم اللي عمل فن بديل ونجح حسب رأيي، اللي احنا بنفع ناخدها كإشي اللي نمشي وراه كقدوة طبعا. اليوم كتير في فنانين اللي بيجوا خلص انا بدي انزل على اليوتيوب، بدي اوصل المليون فيوز على اليوتيوب، ومن غاد انا من غاد بنطلق. مش بالضبط، كمان الإشي مش هالقد سهل. يعني احنا لما بتتعدد الاختيارات بتزيد الامكانيات تاعت انا حسب رايي الفشل كمان، لانه بيصير في كتير جوار يعني اللي انت يا بدك تنطها يا بدك تقع فيها قد ما صار وكتار. يعني كان الي مهم روني بالاساس انا امشي بالنص بين انه الفن بحاجه لدعم بالاساس طاقات بس بالنهايه ماديات، وبين انه انا بحاجه لمشاريع
اللي هي بالنهاية مادية. بالأول جربت إنه أدمج الشغلتين مع بعض، بمعنى أجتنا فكرة تعال نعمل دعايات بس تعال نشوف مين فنان ناجح أوكي اللي نكتب له دعايات كمان بمفهومه مفهوم جديد ونأخده بمفهوم فني كمان شوي. كمان الدعاية بينفع يكون فيها طرف فني وبالأساس فيها طرف فني، إن كان بالكوبي رايتنج، إن كان الشخصيات اللي تختارها عشان تمثل، إن كان تختار المخرج الصح عشان يخرج، وإن تختار المصور الصح إنه يصور لك بطريقة كمان فنية. بينفع أختار يعني أمشي بالنص ومش أجر كل الفنانين اللي معاي كمان بهذا المسار، لا الفنان يضل فنان بس أنا وظيفتي هنا كبني آدم اللي بده يشتغل كيكون رجل أعمال اوكي اللي بيطلع شوي من مفهوم الفن ومن مفهوم انا عارف الاشياء التقنيه اللي متعود عليها، ولا يجرب يعمل او يجمع يحوش ماديات اللي تعاود ترجع لتدعم هذا الفن اللي هنا. بعرف انتو تعبتوا بس انا بدي اقولكم شغله واحده، انه فيش شيء بيجي بالاول، وعشان نوصل للكنز لازم نتعب ونشكر. اسا وانا عم بطلع عليك بتعرفوا شو شايف؟ شايف كراسنا جدعان، شايف كراسنا شجعان، جبارين او جبارون، جماعة جبار. طن فراش كشعر بدني تمام، يا عم نروح يا عم نصل الكنز. مين اليوم من الفنانين اللي بقدر اقول موجودين تحت جناح شركة مزاج او تحت جناح مزاج الانتاج؟ في شاب اللي مش من زمان بيعمل موسيقى، بس من زمان بيعمل موسيقى اللي هي مألوفة مش موسيقى خاصة له، وجديد هو عم بيشتغل بشكل جدي اكتر بهدف انه ننزل اول سينجل قريب، مارون أشقر. مشروع حياتي كمان بسميه الشاب اسمه حسام كبري، اللي هو ولد بشتغل معاه من جيل 12 سنة، ولد اللي حسيته يعني موهوب من عن جد من جيل صغير، ولد اللي كمان لا يقل عن أي فنان اليوم بالساحة الفنية لكتير أسباب. باليوتيوب عنده كمان ملايين الفيوز، كمان عنده أرقام اللي مش متعودين عليها هنا، وبتحكي على ولد اللي عمره بجيل 14 نزل أول فيديو كليب. رغم الظلم والاحتلال اللي مش فاهم هو لوين يوصل، بدل في صبر في حلال، داره مهدومة وحدها بفطر، وعنا حتى برمضان زعلان عشان البفطر، هيك دايما مشغلين بغيرنا وبالآخر منفكر نفطر. كلنا مبنيين غلط، قبل ما تحكي خلي كلماتك قاضية، كيف منطلب النصر يعرف شو معنى وكان يصنع فاضية. ده انت بتعلم ابنك كيف ابن عمه يضرب، تذكر في بلدان بتعلم اولادها كيف من الصواريخ ما تهرب. موسيقى اللي هي اكتر جاي من الشارع، موسيقى اللي انا كتير بأمن فيها من ناحية مضمون وكمان فالحوس باشا. في مشروع كمان كتير الوقت مع مزاج، هو بلش من ايمات التحت ارضي ضمار مي واماني، والمشروع الجديد اللي صار له 6 اشهر بشكل مكثف ينشغل عليه اللي هي الفرقه الجديده اسمها غزل، اللي هي فن منوع اللي فيها حسب رايي نجاح مضمون، تعال نقول على 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 جمهور وسيع. يعني بحس انه هاي الفرقه هي جمعت كل شيء او كل شيء انا عرفته لليوم حاسه موجود بهاي الفرقه، اللي مآمن كتير بنجاح مشروعها. يعني فرقة غزل عم بيعملوا ريجي، بيعملوا بوب، بيعملوا ار ام بي، بيعملوا سول، بيعملوا بلوز. شو جاهزين لبكره؟ يعني بعيد؟ بس لازم رن منيح. لا صرنا فترة نتمرن، بس لازم إسا نتمرن وندقق على الشغلات الأساسية اللي ناقصة. أنا حسب رأيي الغنيتين الجداد الأخيرات زهقت معك ومرة تانية نبدأ فيهم نشتغل عليهم أكتر. شغلنا عليهم مبارك، اشتغلنا عليهم. على ايه اشغل زين؟ مرة تانية. طيب كمان مرة اليوم نمر عليهم مرة واحدة متأكد عشان نمرن كامل كل شيء، لانه انا لما طلعت ما كنتش سامع احسن اشي، يعني مرة تانية وزيت معه نجرب نتأكد منهم. يلا
الناس اللي يعني بديت من الأول إنه تمام بطل في تليفون أنا في عندي في فرقة اسمها غزل تعال اسمع تعال شوف اسمع يعني شوف شو رأيك في الموضوع. فجأة كان الأشياء بالسنة ومفتيك إشي كان في عنده كتير توجيهات بالأول بالأول أجا سمع قال لي الموسيقى بجنن الموسيقى ما عنديش يعني إشي أحكيه غير إنه ممكن في عنده توزيعات هون وهون ممكن نفكر بالإشي والإشي كمان منيح لأنه يعني محل تاني عنان كمان إنسان موسيقي وكمان عنده دار موسيقية فهو كمان بوزع. واليوم إحنا عمالنا نسجل الألبوم الأول تبعنا بمزاج كتير إحنا محظوظين وأنا كتير مبسوطة إنه هيك صار. الشعور كتير حلو لأنه بتتوقعش إنه ممكن هيك عن جد يصير معك بس أنا بما إني بعرف عنان من كتير قبل فكان إلي إنه يمكن أسرع أخذ الإشي بس أنا متأكدة إن أنا محظوظة إنه قدرت عن جد أعمل هيك إشي أكون هيك طالب. يعني ببلادنا هون في الشيك شركة بعد هاي أول شركة تعتبر إنه هي شركة إنتاج بتتابع بتأخذ الفنان تتبناه إذا بتحس إنه هو ممكن يعني يطلع منه إشي فهي مسؤولة عن التمويل الألبوم وهي بترافقنا بكل الحفلات من ناحية إيش ما بدنا معدات مثل معدات للمسرح ساوند تصوير كل هالشغلات مهمة ومش بس بالساوند وهالشغلات بس كمان بتزيد على الدعايات وهذا يعني المرحلة اللي بعد عملنا الموسيقى فالفرقة هي يعني مسؤولة إنه تعمل موسيقى حلوة وموسيقى يعني تنحب من الناس بس الإشي اللي بيوصلنا للناس هي شركة الإنتاج. يعني أنا اليوم عم بشوف الفنانين اللي عم بتعامل معها باليوم يوم قديش إني بحاجة لمحل مثل مزاج يعني بطلت إنه هذا إشي بديلي أو إشي زيادة إحنا بدنا نأخده لا صار في حاجة ولما بتوصل أنت صار في حاجة أنت بدك تعمل كل إشي عشان هاي الحاجة تكمل وتصير وتكون موجودة فالإشي صعب مش هوين الإشي مسار طويل بس إحنا غاد حاليا يعني وأنا بشكل شخصي غاد أنا يوم بفيق بيكون عندي شغل بمكتب يوم باليوم اللي بعده بيكون عندي شغل باستوديو اليوم اللي بعده عندي شغل بالطابق اللي فوق اللي هو مع فنانين وبشكل توزيع موسيقى لا تستعملش هذا اللاين تستعملش هاي الجيتارة استعمل هذا الساوند باليوم اللي بعده أنا بلاقي حالي بـ 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 مع شركة أنا عارف إعلان كبير بحيفا اللي بدهن يسوقوا دعاي فشغل فعمليا يعني هالقد حياة منتج أو حياتي أنا شخصيا هالقد عم بتكون مش مملة مش ممل بالمرة متحرك كتير فيها تخبطات فيها انه هذا الوسواس اللي جواتي يعني انا اقعد باستوديو واعمل بس موسيقى وسيبك من كل اللي عم بيصير في صراع الابدي هذا بين الفنان وبين المنتج المنتج بده قد ما ممكن اقل مصاري تنصرف على المشروع والفنان بده انه مشروع يكون مصروف عليه كيف لازم عشان يطلع بالطريقة اللي هو تخيلها او اللي هو تصورها بالبداية هاي حرب مش بين شخصين فاهم انه عاده بتصير بين شخصين بين منتج وفنان عندك بين شخص عندك انت شخص واحد اللي فيه صراعات دائمة جواته يمكن شوي بتخف معي الصراعات اني بسمح لحالي اغلط يعني بغلط وبساير حالي وبقول صار اسا هيك لقدام شوي بيصير غير بجرب اقول انه لحظة شوي ما تخدش الاشياء بعباطة كمان يعني خلي كليب بكلفك اسا 50,000 شيكل على سبيل المثال بس انت مقتنع بالغناية انت حابب الغناية فاعمل اشي مرة عشانك عشان الفنان اللي فيك سمعت انك مرة صرفت 50,000 شيكل بدون اي مردود طبعا بدون اي مردود مادي بس كان المردود بالنسبة الي هو انه عارف شو بدي افضح الشغلة الكليب تبع اغنية مادلين لربا شمشوم كمان سمعت انك حطيت هناك مبلغ اللي يمكن مش كبير نسبيا لانك تيجي تعمل فيديو كليب بس كتير كبير لواحد اللي ما فيش عنده مردود من هاي من هذا المشروع لازم تتمقت كتير حتى لو فرش لك بساط من حرير لا 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 لا
روبا توجهت لي كبني آدم تقني اللي أعمل ميكس للأغنية النهائية. باللحظة اللي فاتت على الاستوديو الغناي أنا تولعت بالغناي كأغنية، إن كان مضمونها إن كان موسيقتها إن كان، تولعت بالأغنية حبيتها. هذا الفنان، فبالمفهوم تبع الفنان اللي حب هالقد الأغنية حب يعطي إشي للأغنية، فاستشار المنتج. المنتج قال تعال نفكر صح، الأغنية أنت هالقد مآمن فيها، هالقد أنت حاببها، هالقد. طبعا كمان المنتج لازم يكون شوي يشغل عقله ويكون ذكي يستشير ناس يشوف. فأنا شفت ردود فعل هالقد حلو للأغنية من حوالي، فأنا كان عندي الاختيار هل أنا أعمل الميكس للأغنية وأخذ حق شغلي وخلاص ما ليش بالموضوع، ولا انه لا تعال اشوف يعني احط لمستي احط لمستي الفنيه باغنيه هالقد انا مآمن فيها. فالمنتج بيصير يفكر لحظه شو استفادتك من المشروع. استفادتي كانت انه نقعد اليوم انا وياك انت مخرج برنامج تلفزيوني نحكي على الموضوع، والشيء نجح الشيء نجح. وهذا كان بالنسبه لي انه اليوم اي بني ادم بقعد معه لاي مشروع فني او مش فني واللي حضرنا الكليب تبع مدلين يعطيك العافيه. عامله حالي ام المغامرات، عايشه بالمدينه وبتوعظي للناس، بتحبي برج الدلو بس بتخافي من العلو والبحر والرمل والصيف والشمس والشتا والبر، وبتكرهي الاعراس والناس بشكل عام. مهرجان كوكاكولا اللي كان عملوه للوسط العربي عندنا هنا في الداخل كمان مزاج هي اللي انتجت هذا المهرجان. لاول مره بنخوض تجربه تاعت انه تعال نجمع الفنانين على مسرح واحد، الفنانين المحليين بكل انواع موسيقتهم المختلفه، نجمعهم على مسرح واحد مع فرقه واحده لجمهور كبير. الفنانين اشتغلنا مع عده فنانين على اساس انه احنا نخلق موسيقى واغاني جديده قديمه بس بطريقه جديده. هاي الصيغه الصح. مسكنا غناني اللي هي معروفه لوسام حبيب، لتامر نفار، للحوس باشا، لمريم توكان، لينا مخول، وكان مشروع ناجح، كان مشروع اللي احنا بحاجه له كمان، مش مشروع اللي كان مفهوم ضمنهم انه تجمع سبع فنانين على مسرح واحد. لليوم انا بعدني يعني بخبرتي الفنيه وبمسيرتي كمان ما سمعتش هيك شيء. خليها بتحلالك هل حياتك عشاك كيف ببالك، خلي راسك مرفوع صوتك عالي مسموع، خلي بالك هادي فاضي شالي من الهموم، قوم الحياه حلوه بس غير المنظور. الحياه حلوه اعطيها فرصه، اليوم فرحتنا انسى بكره لحلبك والله فازك كلمات وغني معا I'm on a feel out to a better way, I'm gonna smile on another face so I can feel something new. بديش أسألك كيف قدرت تحصل على ثقة هاي الشركات أو على ثقة هاي الفنانين إنك تتبنى أعمالهم ومشاريعهم. بدي أسألك أنت من وين هاي الوقاحة؟ الوقاحة بالأساس جاي من إني أنا بعدني بحترم الفن وبعدني بقدر الفن وبقدر كل واحد أصلاً بيعمل فن، وبقدر المضمون اللي موجود بالفن واللي عم نجرب نعمله ونسويه. لأنه بالنهاية إذا ما أمناش بالفكرة إحنا كان لليوم بعدنا مندفع على أخطائنا وأغلاطنا، لأنه المشروع كتير أكبر من شو إحنا كنا وكتير أكبر من شو إحنا بنقدر وكتير أكبر من إيش بالفعل يعني قدراتنا وإيش إيش موجود معنا عشان نعمل هيك إشي. طموح عنان لوين؟ شركة إنتاج فنية، بديش أقول محلية عشان ما كوكعش حالي أكثر من اللازم، لا فنية بمفهوم وسيع، بمفهوم إنه بدي فرق من هون تطلع تعمل جولات عروض بريت البلاد، في هالقد مسارح تجمعنا، هالقد مهرجانات تجمعنا بالعالم العربي والعالم الغربي. قبل المقابلة هاي كان عندي حيرة كيف بدي أعرفك أو كيف شو الألقاب اللي ممكن أعطيك إياها، بس لا بقدر أختصرها بالفنان عنان قصيم لأنه الإنتاج عندك فن. شكرا لك الفنان عنان قصيم على استضافتنا بالاستوديو تبعك وبشركة مزاج. سهلا روني.